السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايره ولدي؟ لاباس الحمد لله الشريفة، بارك الله فيكم. الله يحفظك، الله يخليك لينا ولا البرنامج ديالك. أكرمك الله. والله إلا كان فرحوا لي. جزاك الله ألف خير لالا. أنا بغيت نسولك واحد السؤال، الله يعطيك الصبر. مرحبا. اللي مات شي شهرين هذا. الله أكبر، عظم الله أجركم. نبغي نسول، كيقولوا لي شي، تيقول لي إلا بغيتي له دوك الحوايج زعما اللي شاد بهم حق الله، واش اللي هم ولا زعما يبقوا معايا ديما نقلبتهم. نعم. واسمو بغيت نقول واحد الهضره وين حشمت. لا لا، قولي الحاجه، لا حرج في الدين. زعما الا دوشت وحسنت واش ما كاين المشكل؟ ايها لالا، باذن الله واخا الحاجه. ودير لي شي دعوه، الله يسر عليك راجلي ووالديا يا ربي. ودعيا مع واحد الولد الله يسهل عليه يا ربي. يا كريم، كيل ما تيكمي ما تيسكر ما حتى شي حاجه، مديها في خدمته، دير داك الشيء تاع الفلاحه. وكنطلب الله يرزقو شي بنت الحلال اللي تسترنا ونستروها، كاينه غير أنا في الدار. الله يخلي لك الصحه. اللهم امين الحاجه، اللهم لالا زينه، بارك الله فيك لالا وعظم الله اجركم في المرحوم. وهكذا هي الحياه، الحياه هي قصيره جدا. من اللي كيبغي يموت الانسان، ما نظنوش بأن الموت شي حاجة اللي هي مؤلمة للغاية، ولو أن هي ربي سماها مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، لكن هي في حق المؤمنين هي رحلة. الله تعالى كيقول للعبد المؤمن تعال عندنا ترتاح في هذه الحياة، لأن الحياة الدنيا ما بقى لك إلا المعاناة. ربنا يطلع فيرى بأن الإنسان في الحياة الدنيا قال غير الألام والأمراض والأوجاع والمتاعب. يقول لي الله تعالى تعال إلينا، تعال ترتاح عندنا، نعطيك هديتك. كيمشي عند الله تعالى ويكرم وفادته. فالأموات ديال المؤمنين قال فيهم الله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. فإلى مات الإنسان، المرأة تعتد بنفسها 4 أشهر و10. اللباس اللي كتلبس المرأة ديال الحداد هو تابع للعرف الاجتماعي، ماشي من أحكام الشريعة، رغم أن العرف هو أيضا من أصول الدين. وأمر بالعرف وأعرضن الجاهلين، وأمر بالعرف، فهذا عرف اجتماعي. الناس اعتادوا في أعرافهم وتقاليدهم أن المرأة المتوفى عنها زوجها تلبس لباسا أبيضا، علاش؟ حتى تتميز عن غيرها من النساء. في المشرق أو في دول الخليج النساء يلبسن اللباس الأسود، من اللي كيموت لها الرجل كتلبس لباس أسود. في البلاد المغاربية الجزائر وتونس والمغرب هادو كيلبسوا اللباس الأبيض، هي عادة وعرف. فالمقصود في الشريعة هو أن يكون اللباس ليس لباس فيه فتنة ولا جمالية ولا فيه ألوان فاقعة يثير الانتباه. المرأة كتلبس لباس اللي هو محتشم ولا يدعو إلى الجمالية والزينة. فما دام الناس اتفقوا على اللباس الأبيض خصنا نمشيو مع الناس، مشيو مع الموجة، لأن هذا من العرف. وأمر بالعرف، العرف هو من أصول الاستنباط ومن أصول الشريعة. طبعا العرف كاين العرف اللي هو حسن كنمشيو معه، والعرف اللي هو سيء لا نأخذ به. إذا كان أعراف وتقاليد بالية لا نأخذ بها. العلماء قسموا العرف إلى عرف حسن وعرف سيء. فالشريفة هاد الملابس اللي عندك انت حرة فيها، كاينة حرية، لأن الأحكام الشريعة هي على رؤوس الأصابع، الحلال والحرام راه محدود، وما سكت عنه فهو من المباح. عندنا دائرة الحلال ودائرة الحرام، وعندنا دائرة كبيرة كتسمى المباح، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، كتسمى دائرة الفراغ التشريعي أو دائرة المباح. فأنت حرة، هذوك الملابس ديولك بغيتي تبقي تلبسيهم بعد انتهاء المدة ديال العدة اللي هي 4 أشهر و10، أنت حرة. بغيتي تصدقي بهم شي واحد معين، أنت حرة. كاين في الغالب النساء
كيحاولوا ما امكن دوك الملابس يتصدقوا بهم يعطوهم شي حد. علاش؟ باش ينساو الاحداث الاليمه. لان المراه ملي كيموت لها الزوج ديالها في الغالب كتصاب بواحد الحاله النفسيه اللي هي اليمه، وداك اللباس الابيض يستمر معها. فينبغي لما تنقضي العده تتخلص من كل شيء، تلبس لباس جميل فيه الالوان، تحني، تكحل، تلبس مزيان، تعيش الحياه الطبيعيه. يعني انتهت الايام ديال الحزن. الا بقى عند داك اللباس الابيض في البيت ديالها غيبقى يذكرها دائما بالاحداث الحزينه، فكتصدق به. وداك اللي غياخذو كاين اللي كيتشائم، كيقول لك انا غناخذو اليوم، غدا غيموت لي الراجل. فبلا ما نقولوا لهم هذا راه اللباس ديال الاموات، يعني لباس عادي كنفرقوا باش ياخذوه الناس، واللي غيلبسوه غادي ينوع، ما غيلبس الابيض ويزيد مع الاسود او البرتقالي او البني، باش ما يبقاش دائما لباس كله ابيض يدل على الحزن. فنسال الله تعالى ان يرحم الزوج ديالك. وانت حره، المراه كتبغي الدواج تحسن، هذا من اصول النظافه. دائما المفروض ان الانسان يغتسل على الاقل مره في الاسبوع على الاقل. ودائما ان من سنن الفطره نتف الابط وحلق العانه وتقليم الاظافر والاخذ من بقايا الشعر، هذا كله من سنن الفطره. فكان النبي الكريم يدعو اليه في كل وقت وحين، لا خلاف بالمراه المتوفى عنها زوجها. فالمراه كتلبس، كتحاول في هذه المده ديال 14 10 ايام انها تبتعد عن الطيب، وتبتعد عن المكياج، وتبتعد عن مجالسة الناس اللي هم فرحانين. هي حفظ ذكر الزوج، تبقى دائما كتذكر الله تعالى، محافظة على الشرف ديالها، محافظة على الطمأنينة والسكينة حتى تمر هذه المدة ديال العدة 14 10 ايام. وان كانت العلة هي استبراء الرحم، العلة منها هي استبراء الرحم. ديك المرة كنعرفوا بان ما عندهاش الحمل، باش الرحم ديالها إذا كان من زوجها كان ربما غشيها أو جمعها وعندها حمل، تبقى تحافظ على ذكرى زوجها. إذا كان لا قدر الله امرأة كبيرة في السن ما بقت عندها القدرة على الحمل، تحفظ ذكرى زوجها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصبر والسلوان، والحياة تستمر، الحياة تستمر. الوليد ديالك إن شاء الله دابا الآن غادي يدير زوجة ثانية، غادي يتزوج بإذن الله، وغادي يجيب ذرية طيبة، وتستمر الحياة. فالله يكمل له الرجاء، الله يختار لي زوجة طيبة مباركة، تدخل عليكم بركة مسعودة، ويسعدكم مولانا عز وجل، وتستمر الحياة. هكذا هي الدنيا تستمر، لا نبقى في الأحزان والهموم، نكف من الدموع ونواصل الحياة الطيبة. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.